ازيكم حلوين، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل ايس كريم فانيليا بقطع المانجا. طعمه تحفه 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 جدا، وفعلا مش هياخد معاكم وقت خالص. يعني ممكن وانتوا بتعملوا الاكل كده في 5 دقائق تخلصوه، والاطفال بيفرحوا بيه جدا عشان طعمه تحفه وكمان شكله بيبقى حلو قوي. يلا نشوف الطريقه وتابعوا معايا الاخر عشان اقول لكم التريكات اللي هتخلي طعمه حلو جدا. هنجيب الايس كريم ده من دريم، هو ده شكله. هو بيحتاج بس كوبايه لبن وتبقى ساقعه. انا هنا حطيت كوبايه اللبن وسبتها ساعه في الفريزر. مش ضرورية قوي الخطوة دي، يعني ممكن تجيبوا اللبن من التلاجة على طول تحطوه، بس لازم يبقى ساقع. هنحط البودرة ونحط عليها كوباية اللبن. قلبوا بس البودرة يدوي كده بالمضرب قبل ما تحطوه في الفيشة عشان ما تلاقوش البودرة طلعت في وشكم. اول ما تحسوا ان البودرة اختفت ابتدوا بقى شغلوا المضرب. اهم حاجة حاولوا تستخدموا بولة كبيرة شوية تبقى عميقة، يعني عشان ما يترطش على المطبخ كله ويبوظ الدنيا. كل ما هنضرب اكتر كل ما هنلاقيه بيتقل معانا. في الاول هيبقى خفيف زي ما انتم شايفين كده، بس مع الوقت هتلاقوه بيتقل، هيبقى اقرب للكريم شانتيه. انا هوريكم كل المراحل عشان ايه ما تقلقوش. الطريقه دي حلوه جدا وانا مجرباها كذا مره، طعمه حلو جدا جدا وبيخلص اصلا ما بيقعدش. وتقريبا هنعمل اكتر من لتر ايس كريم. بصوا كده كده بيتقل، انا هضربه تاني برضو، هضربه لحد ما الاقي ان الايس كريم لزق في المضرب. يعني لما بطلع المضرب كده من الايس كريم، الحبه اللي لازقين في المضرب ما بيقعوش، ثابتين فيه. في المرحلة دي بقى نقدر نوقفه لحد كده ويعتبر ايس كريم فانيليا خطير. هنحطه بس في الفريزر كام ساعة ويخلص. تقدروا بقى تزينوه باللي انتوا عايزينه، بالمانجا زي ما انا هعمل دلوقتي، او بالاوريو. تجيبوا باكوين اوريو كده وتكسروهم وتخلطوهم مع الايس كريم، هيبقى ايس كريم بالاوريو. هجيب بقى قطع المانجا اللي احنا قطعناها الفيديو اللي فات دي، لو مشفتوش الطريقة روحوا شوفوها. هنقطع المانجا بطريقة حلوة جدا، تقدروا تقطعوا المانجا دي للضيوف لو عندكم، تقطعوها لهم بالطريقه دي وتقدموها لهم. انا بقى جبت قطع المانجا اللي قطعناها الفيديو اللي فات وعملت طبعا التاكلت دي، بس انا عملت زيها تاني، بس المره دي قطعتهم قطع صغيره جدا علشان لما نحطه في الفريزر ما تبقاش قطع يعني مانجا مجمده، لا تبقى قطع صغيره. حطيت قطع المانجا بقى عليه كده وقلبتها ودخلته الفريزر بالظبط 3 ساعات، وهو كفايه عليه 3 ساعات، مش لازم يجمد قوي، يبقى متلج بس مش مجمد عشان تعرفوا تاكلوا المانجا كده وتتبسطوا بيها. بجد ما قعدش خالص، خلص على طول. جربوه بالطريقه دي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، اتفرجوا على باقي الفيديوهات والترندات اللي عملناها مع بعض قبل كده. وبالف هنا عليكم يا حلوين.